بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أبطال، وحشني من زمان ما التقيناش، من أيام ما كنا بنشرح اللغة العربية على قناة اليوتيوب، أو بجاوب لكم الأسئلة على صفحة بنذاكر، أو بنلتقي مع بعض على راديو بنذاكر، وكان آخر لقاء بينا لو كنتم متابعين معايا وهو نموذج الإجابة. ودلوقتي الحمد لله فترة الامتحانات عدت، وأنتم الآن بعد مجهود طويل شاق نفسيا وبدنيا مستنيين النتيجة. وأكيد طبعا كلنا قلقانين دلوقتي وبنترقب ونتناسى شوية ونرجع نفتكر شوية، لكن في يعني من باب الحكمة اللي بتقول نحن قوم نتهيأ للبلاء حتى إذا وقع قطعناه. يعني المفروض أن الإنسان يتهيأ للبلاء. على فكرة كلمة بلاء هنا لا تعني التشاؤم ولا تعني الحزن، لأن البلاء هو الابتلاء الاختبار، والاتنين مختبرين. مين الاتنين دول؟ اللي جاب مجموع كبير هو مبتلى ومختبر، واللي لا قدر الله ما حققش هدفه وجاب مجموع قليل ايضا هو مبتلى ومختبر. اذا من باب نحن قوم نتهيأ للبلاء حتى اذا وقع قطعناه، او حتى اذا وقع عرفنا كيف ندخل فيه وكيف نخرج منه. دي حكمة مهمة قوي يا شباب، وده اللي انا جاي النهاردة اتكلم معاكم فيه. كلنا النتيجة دايما احتمالين زي ما احنا عارفين، احتمال ان انا جبت مجموع كبير وحقق حلمي، او لا قدر الله ما جبتش. طب نبدأ بالاحتمال، ان هون نبدأ باحتمال ما جبتش عشان يبقى ختامه مسك ان شاء الله. فلنفرض ان انا ما جبتش، او صدمت او فوجئت بالمجموع اللي هو انا ما يحققش املي ولا يدخلني الكلية اللي انا عايزها. عايزك تدرب نفسك من دلوقتي ان ده لو لا قدر الله حصل، انك لازم تجهز الجملة دي وتكترها، لان الجملة دي بجد هتفرق معاك كتير وهيبقى خيرها كتير قوي، وممكن هي اللي تديك بقى الخير كله اكتر من المجموع اللي انت كنت منتظره. ايه الجملة دي؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. الحقيقة الجملة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اللي يقولها لما تحصل له مشكلة او مصيبة تكون اول جملة يقولها، ويقول بعدها اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ربنا ان شاء الله باذن الله هيؤجره وهيخلفه خيرا من الكليه اللي كان عايز يدخلها. دي حقيقه يا جماعه. ام سلمه رضي الله عنها احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات ابو سلمه زوجها وتذكرت هذا الدعاء فدعته فقالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وحين سألت نفسها قالت من هو خير من أبي سلمة؟ أبي سلمة كان رجل صالح جدا، فزوجها الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاها من هو خير من آلاف مثل أبي سلمة. فشباب أرجوكم لو سمحتوا اتهيئوا واستعدوا وخلوا الجملة دي على لسانكم، لأن الجملة دي هتنقلنا نقلة كبيرة إن شاء الله، طبعا بيقين وبإيمان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يا شباب دي أول نقطة، ان انا امنع الكلام السيء اللي ممكن يخرج مني ساعة الزعل. اوعى بقى ساعة الزعل سمعت النتيجة ليه يا رب كده، هو انا عملت ايه، ويبدأ بقى الكلام الوحش يجيب شعور وحش، والشعور الوحش يجيب كلام اوحش، ومن الكلام الاوحش يجيب شعور اوحش، ونفضل بقى في استرسال كلام كله سخط وكله اعتراض وكله حسد. لانك ممكن ساعتها تقول ده فلان اللي كان انا بشرح له جاب اكتر مني، ده فلانة اللي مش عارف ما كانتش بتفهم حاجة وجابت اكتر مني. يبدأ كلام اعوذ بالله كله سخط، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. شباب لازم نتهيأ لهذا الموقف، لازم نمتص الزعل ده. هنزعل هنبكي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ولقوه بيبكي فقالوا له يا رسول الله أتبكي؟ يعني ده انت رسول الله بتبكي؟ فالرسول رد عليهم بمنتهى الرحمة والبشرية وقال لهم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. فشباب لازم نكون من الصابرين المحتملين للموقف، وربنا مدح هؤلاء الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. عايز ديت ما تخسرش أجرها. عارف الجملة ديت، الجملة دي كلها خير وتفاؤل، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني احنا بتوع ربنا، احنا ملك ربنا وكده كده راجعين له، يعني مش الدنيا دي بس،
وكمان اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ممكن قوي يكون اللي انت شايفه وحش قوي النهارده وانك ما حققتش مجموع وانك ما جبتش الكليه او ما عرفتش، صدقني ان الله واسع عليم. مش النجاح بس ان انا اخش طب، مش النجاح بس ان انا اخش صيدله، ممكن ربنا سبحانه وتعالى ما كتبلكش انك تخش الكليه دي عشان يحطك في منطقه تانية او في حته تانية، والله ممكن تكون اكفأ واحسن واكثر نجاحا. فشباب، هذا التهيؤ والصدمه الاولى دي ازاي انت هتتعامل معاها؟ لا قدر الله، زي ما قلت لكم احنا النهارده انا مش بدعو للتشاؤم ولا بخوفك، لا انا بقول لك الخطتين عشان في الحالتين تكون الثبات، ان احنا نقول الصح عشان ان شاء الله باذن الله نعدي اي محنه لا قدر الله ممكن ان احنا نتعرض لها. فاذا ده اول حاجه، ثبات القول وثبات الانفعال والصبر والتصبر ورؤيه ان الله واسع عليم، واللي انا فاكره شر ده ممكن يكون لي خير قوي. استاذ طب ما انا دلوقتي ازاي بقى اتعامل مع اللي حواليا؟ طب زعلي انا هفضل احاول يعني هحاول اتحكم فيه. طب ابويا وامي بقى اللي انا اللي زعلانين دولت، اهلي وجيراني بقى الناس دلوقتي اللي انا بدات ابقى قدامهم فاشل وان انا شكله قليل واول اخره. اولا بالنسبه للاب والام يا جماعه عشان نعرف يعني حاجه مهمه قوي، ان ما فيش حد في الدنيا بيحبك زيهم. هما ممكن يكونوا زعلانين عليك مش منك، فدي فرق برضه، وممكن يكونوا زعلانين منك شويه لو هما شايفينك طول السنه مقصر وان انت ما جبتش مجموع، لكن صدقني مهما حصل احنا بنحبكم، مهما حصل احنا بنحاول بقدر الامكان نقف جنبكم. هنزعل شويه وان شاء الله هتعدي وهتنسى والناس هينسوا، بس بشرط حاول انت بقدر الامكان بقى تاخد زعل بابا وماما اللي انت زعلان عشانه ده انك تحاول تعوضهم بقى. انك شفت انت زعلتهم ازاي، شفت انت قهرت قلبهم ازاي، شفت انت هم عملوا ايه عشانك وانت ما حققت لهمش الفرح ازاي. خد من جواك بقى زي ما الرجل ايام النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه يعني كان طالع الجهاد وابكى امه وابوه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اذهب فاضحكهما كما ابكيتهما، روح وضحكهم وفرحهم زي ما بكتهم. فارجوك لو سمحت زي ما عملت اللي زعلهم حاول قدر الامكان انك انت تستسمحهم وتوعدهم والحوار مفتوح، ما تسكتش ولا تقفل على نفسك مكان، روح وقول لهم يا جماعه انا هعوض والله ما تزعلوا مني، وده وعد امام الله ان انا ان شاء الله باذن الله هعوض. استاذ طب والناس اعمل ايه في الناس؟ نظره الناس ليا، اولا نظره الناس ليك صدقني يعني ما تعولش عليها كتير، لان الناس النهارده بتركز وبكره بتنسى، وكمان الموضوع مش موضوع الناس، الموضوع موضوعك انت. انت المفروض بتتنافس مع نفسك مش مع الناس. مفيش حاجه بترضي الناس، وان لقوا فيك ميزه هيدوروا فيك على عيب، وان لقوا فيك عيب هيدوروا فيك على ميزه. فبص انا مش عايز حوار الناس وحوار الاخرين ونظرتهم ليا اولا مش ثانويه عامه بس هي مقياس النجاح في الحياه. ان كنت انا خسرت جوله يا ناس انا ان شاء الله هكسب جولات جايه، فممكن برضو نظره الناس ليك هي اللي تكون الدافع انك انت ما تحاولش تفشل تاني، انك لازم تنجح نجاح جديد وتنتقم لنفسك وما اسرع الايام. وساعتها الناس اللي النهارده استقلوا من شأنك بكره ان شاء الله يعرفوا انك انسان لما بتفشل بتنجح، ودي نقطه مهمه جدا. وجايز الفشل المره اللي حصل ده يفضل طول عمره هو الكرباج اللي ما يخليكش تفشل ابدا، واللي يكون سبب في انك انت تفضل ناجح طول حياتك. يبقى اذا يا شباب هنزعل، اكيد ممكن نزعل، هنثبت في القول، هنرضي ابائنا وقدر الامكان ونحاول قدر الامكان نفرحهم زي ما زعلناهم. الناس احاول قدر الامكان ان انا اخد ده دافع، مش ان انا اتحطمت وخلاص الدنيا وقفت مكانها، بالعكس الضربه التي لا تقسم ظهري، الضربه التي لا تقسم ظهري تقويه. ايوه الضربه اللي ما تقطمش ظهري خلاص انا اتحملت الضربات وهقوم اقوى من الاول وهكمل طريقي. فدي نقطه مهمه جدا في التعامل مع نفسك. فده يا شباب حتى لو انت بقى من نفسك لازم بقى تعمل خطه بيه بقى. زي ما قلت لك يعني انت ما دخلتش الكليه دي وما تقولش خلاص الدنيا وقفت، لا ابدا بقى بعد مرحله الزعل ومرحله تخطي نظره الناس وتخطي زعل بابا وماما، ابدا انت بقى شوف رؤيه جديده. بس قبل ما تشوف رؤيه جديده لحياتك وتبدا تشوف كفاءاتك، وصدقني الانسان متعدد الكفاءات، قبل ما تخش في الخطه الجديده اقف مع نفسك شويه، انت ليه ما حققتش مجموع كبير؟ اقف امسك ورقه وقلم، بجد امسك ورقه وقلم واقعد اكتب مع نفسك. انا ما كنتش بروح الدروس، انا كنت بذاكر في اخر 5 دقايق، انا كنت مغرور وكنت فاكر ان انا في الاخر
حلم المواد. انا كنت ببالغ قوي ووسواس، وكل شوية اللي ذاكر وارجع ورا، كل شوية ما بنتكش، قاعد في الصفحة 10 ساعات وخمس ساعات. انا كنت ما برضش ربنا قوي. امسك عيوبك واكتبها بجد. انا كنت مذاكر كويس جدا، بس انا بسبب التوتر والاعصاب ده اللي ضيعني، ده اللي خلاني اجيب مجموع قليل. شفت؟ لو كنت بتتدرب على الثبات الانفعالي وبتمر بامتحانات كتيرة وبتستعين بالله وتسيب همومك على الله، ما كانش التوتر اللي عمل المشكلة معاك دي. فده نص الاولاد او تلات ارباع الاولاد اللي بيجيبوش مجموعة جماعة بسبب ان هم خش اللجنة شوف الامتحان يتبرجل يتلخبط يكتب غلط او يأجل المادة او يسيب المادة، وبعد ما يطلع من اللجنة يمسك ورقة الاسئلة يبص للامتحان يندم، يقول انا ازاي الامتحان كان سهل خالص، ده الامتحان ده انا لو حليته دلوقتي ممكن يقعد يحله. فجماعه شوف اسباب اللي ما خلتكش تجيب مجموع عشان ما تتكررهاش. ما هو المؤمن لا يلدغ من المؤمن من الجحر مرتين. الانسان اللي بيفهم كيس فطن ما يكررش الخطا تاني. بصوا شباب، مش عيب ان احنا نفشل مره، مش عيب ان احنا نخطا، كل الدنيا كل الناس بتتعرض لفشل والخطا. المهم ما نكررش الفشل، المهم ما نكررش الخطا. ممكن نخطا خطا تاني، لكن هنفضل نخطا نفس الخطا؟ نفضل نفشل ونرجع لورا؟ فشباب دي نقطة مهمة جدا، محاسبة، الوقفة مع النفس ومحاسبة الذات، ونبدأ نشوف عيوبنا وقدر الإمكان نتعلم من الدرس. يا سلام على اللي بيتعلمه من الدرس، لأن بجد الذكي اللي بيتعلم من أخطائه، وطبعا الأذكى منه اللي بيتعلم من أخطاء الغير. فياريت اللي بيسمعني وقت في تانية ثانوي أو في أولى ثانوي يشوفوا زمايلهم اللي ما قدرش يحققوا، ويشوفوا هم ما حققوش ليه، ويحاولوا بقدر الإمكان يستفيدوا إن هم ما حققوش ليه، وأنت كمان تنقل تجربتك للآخرين عشان يتجنبوها. آخر حاجة أقولها للناس اللي ما قدرش يحققوا، نظرتك للآخرين لو سمحت أرجوك نظرتك للناس اللي نجحت، أقصد الناس اللي نجحت وجابت مجموع عالي، بارك لهم ومن قلبك وبابتسامة صافية، وقول لهم ربنا يبارك لكم. اوعى اوعى تحسد حد، اوعى يتحرك في قلبك ان الناس دي سبقتك. اولا فيك مقولة جميلة قوي بتقول انجازات الاخرين لا تعيق انجازي. يعني الجملة دي يا جماعة لازم، مهمة قوي، انجازات الاخرين لا تعيق انجازي. يعني مش معنى ان فلان جاب اكتر مني ودخل كلية طب او دخل كلية صيدلة وانا ما دخلتش، مش معنى كده ان انا خلاص اتحطمت. ليه؟ ما هو انجز وربنا حقق له. حاول انت تكرر تاني. وبعدين مين قالك انه سبقك؟ هو سبقك مرة، ما انت ممكن تسبقه بعدين، ايه المشكلة؟ ما هو دخل كلية لسه قدامه تحديات كتيرة قوي، الله اعلم هيكملها صح ولا لا، الله اعلم هينجح فيها ولا لا. ما انت لسه قدامك الفرصة تنجح في مجالك على فكرة، وده اللي انا هقوله كمان شوية في حكاية ازاي نختار الكلية، ازاي نهيئ نفسنا للخطة بيه، وازاي نختار كلية. فجماعة لو سمحتوا، مش معنى ان حد سبقني يبقى انا هفضل دايما ورا، لا، ممكن حد يسبقني مرة وارجع تاني انا اسبقه. وبعدين زي ما قلت احنا مش بنتنافس مع الاخرين، احنا بنتنافس مع انفسنا. انا غلطت وما عرفتش احقق، فانا بثبت لنفسي قبل ما اثبت لاي حد اني مش فاشل واقدر اتخطى الازمه دي. فباركوا لهم واضحكوا لهم وافرحوا لهم، وده يعمل جو ايجابي جواك انك انسان خير. عارف انك انت لما تعمل كده مع الناس الناجحه وتهنيها من قلبك وفعلا يحس انك انت فرحان لهم بجد، انت كمان هتحس بنوع من الخير جواك. وزي ما بيقولوا ابتسامة المهزوم تضيع على المنتصر فرحة انتصاره. فشباب بجد خلوا الخير عامل في قلوبنا، وإن شاء الرحمن الرحيم تعدي كل الأمور، وما تجزعش من حوادث الدنيا، الحوادث بتعدي وبتهون، وإن شاء الله رب العالمين ربنا يجعل من بعد العسر يسر. دعا الاحتمال اللي هو الأول اللي هو مش حلو، الاحتمال الوحش. طيب استاذ مش هتكلمنا في حكاية ان احنا ازاي بقى نحط الخطة به ونختار الكلية؟ لا معلش، هأجل حكاية ازاي نختار الكلية بعد ما هني وفرح وانصح الناس اللي جابت مجموع عالي، او نقول ايه ونعمل ايه لما نجيب مجموع عالي، عشان في الاخر نقول ازاي نختار الكلية للاتنين، سواء انت جايب مجموع عالي او مجموع قليل، ازاي تختار كلية تناسبك ان شاء الله رب العالمين. طب الناس بقى اللي ربنا من عليها وجابوا مجاميع كبيرة والحمد لله هيخشوا الكلية اللي هم كانوا بيحلموا بيها، ايه اللي هيئ نفسي اول حاجة اعملها ادرب نفسي من دلوقتي عشان ما انساش؟ اول حاجة تعملها ايه؟ شكر ربنا سبحانه وتعالى.
شكر ربنا بيبدأ من سجدة الشكر. يعني يا ريت أول لو أنت يعني صبي ولد، يعني أول ما تجيلك النتيجة في أي مكان اسجد على الأرض لله شكرا، لأن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت بنت حاول بقدر الإمكان في مكان آمن بعيد عن عيون الآخرين أنك تسجدي سجدة شكر لله سبحانه وتعالى، لأن هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نشكر ربنا، نحمده أنه يا رب ما بي من نعمة فمنك، ده أول حد لازم نشكره ونقول له شكرا هو ربنا سبحانه وتعالى. وصدقني ولئن شكرتم لأزيدنكم، لأن الوصول للقمة والنجاح الأصعب منه المحافظة على هذا النجاح، وأول حاجة تحافظ لك على النجاح ده هو الشكر لله سبحانه وتعالى. بعد كده حاجة تانية على طول تروح لأبوك وأمك وتبوس إيديهم. أيوة تبوس إيديهم فعلا، ما تتكسفش، لأن الناس دي لولاها ما كنتش أنت وصلت للي أنت وصلت له. لولا أمك طول السنة ودعائها ليك وتعبها ولهفتها وخوفها عليك وتدويرها وراك ونصيحتها ليك وخناقاتها معاك، لولا ده ولولا مذاكرتها معاك، أنا أعرف بعض أولياء الأمور ربنا يا رب يجزيكم خير قد إيه كانوا بيفنوا نفسهم عشان ولادهم توصل. أول حد تروح تبوس إيد أمك وتروح تبوس إيد أبوك بجد، لأني أنت مش متخيل الحياة بقت صعبة قد إيه. الفلوس بتاعت الدروس اللي انت كنت بتمد ايدك تاخدها ديت بالميات ما جاتش بالسهل، حرق وبنصب ابوك ومن عمره. فاشكروهم يا شباب، ربنا سبحانه وتعالى جعل بعد شكره شكر الوالدين، جعل بعد توحيد كمان ولا تشركوا بالله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، جاب على طول. فاذا يا شباب بعد الشكر لله شكر الوالدين، وهم مش عايزين منك حاجه والله، هم عايزين منك شعور طيب ولا حتى عايزينك تعترف بالجميل، لكن انت لازم تشكر الناس دي لانهم اعظم ناس في حياتك. فيا رب يجازيهم عنك خير، وان شاء الله رب العالمين يزيدك ان شاء الرحمن الرحيم. كمان يا شباب من الشكر بعد شكر ربنا وشكر الوالدين شكر، او بمعنى الاصح اساتذتك. بجد لازم اساتذتك تقول لهم شكرا، شكرا من قلبك، لان الاستاذ برضو زي الوالد وزي الاب، مش عايز منك، هو مش عايز منك غير انه يشوف ابتسامتك اللي هو كان ليه جزء في انه يصنعها على وشك. بجد ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وانما نريد منكم يعني النعمه تبان عليكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده، فطبعا اكيد اساتذتك هيفرحوا لك، وده وفاء جميل منك استاذ استاذ، كل اساتذتك تروح تشكرهم، لان ده من ضمن الخير اللي هيقعد في قلبك واللي يخليك داخل حياتك بهذا الوفاء الجميل ويمنع عندك الانانيه. الحاجه الاخيره يا شباب يلي نجحتوا يلي ربنا من عليكم وحققتوا مجموع كبير، لو سمحتم زمايلكم اللي ما جابوش انتوا لازم تفرحوهم، لازم تقفوا جنبهم، لازم تفتحوا لهم الابواب، لان الجزاء من جنس العمل. زي ما انت ربنا فتح لك الابواب الواسعه ديت، افتح لزميلك ابواب، افتح لزميلتك ابواب. صحيح في الاول ممكن تكون مكتئبه، ممكن يكون حق، لكن استحمله لغايه ما تديله بدائل، وقول له بص ممكن نعمل كذا وممكن نعمل كذا وممكن قدامك كذا، اديله بدائل. فده شباب ما تسيبوش وتتحمله لغايه ما يبدا يقبل كلامك واحده واحده، والصبر حلو زي ما بيقولوا، لان الناس ديت انت لازم تفرحهم عشان ربنا يديم فرحته عليك. واوعى تشعر بلحظه غرور او كبر تدخل قلبك، لان لو دخل الغرور في قلبك او الكبر يبقى النجاح اللي انت نجحته ده صدقني مش هيدوم. اخيرا يا شباب عشان ما اطولش عليكم، ازاي نختار الكليه المناسبه؟ بصوا بقى حكايه الكليه المناسبه ديت، اولا سواء جايب مجموع كبير او جايب مجموع قليل، يعني في ناس بتبقى جايبه مجموع كبير قوي وكل غايته في الحياه انه يتقال له يا دكتور، فهو بيخش كليه الطب عشان يتقال له يا دكتور، عشان شكل اجتماعي زي ما بنقول كده، برستيج اجتماعي قدام الناس عشان ابان ان انا الدكتور فلان راح والدكتور فلان جه. على فكره لو هو ده الهدف، هدف سخيف قوي، هدف هايف قوي، هدف سطحي قوي، لان اللي ماشي في الطريق ده عمره ما هيكمل نجاح ولا عمره هيوصل لقمه معينه. فما تخلوش الموضوع شكل اجتماعي يا جماعه، امال ايه؟ اصبر بس، المهم الاول انك انت ما يبقاش ده الهدف السلبي اللي عندك. طب الناس اللي ما جابتش مجموع وبتدفع الافات عشان يتخش كليه الطب وبرضه يتقال له يا دكتور، حرام عليك،
الالافات دي صدقني ما اللقب مش موضوع القاب يا جماعه، الموضوع مش موضوع القاب. ممكن انا ما ادخلش طب وما تقلش يا دكتور وابقى ناجح في مجالي اكتر من حد دخل طب بس مش شاطر في المجال ده. فاذا يا شباب الاول كده الموضوع مش شكل اجتماعي، الموضوع مش برستيج اجتماعي، الموضوع موضوع حاجه مهمه قوي، نيتك ايه وانت داخل الكليه دي؟ حاجه تانية انت تصلح ليها ولا لا؟ مهما كنت جايب مجموع كبير، الموضوع مش مجموع كبير ولا مجموع قليل، انت تصلح للكليه دي ولا لا. يعني اضرب مثال بسيط خالص، مثلا طالب جايب مثلا 90% او 85% وهو عايز يخش كليه خاصه، والسبب الاساسي في ان مجموعه قل الفيزياء والكيمياء، وخد فيها امتحانات في الثانويه، اخد فيها دروس في الثانويه عامه وكذا عند واحد واثنين وثلاثه وذاكر وحاول، لكن برضه فشل في الفيزياء والكيمياء او في الاحياء. طب انا برضه عايز اخش طب، يعني انا خلاص انا التجربه العمليه اثبتت لي ان انا اخترت علمي غلط. مش معنى ده قله فيا، مش معنى ده قله في عقلي، لا ده انا بس اخترت علمي غلط. انا لو كنت دخلت ادبي كنت نجحت وكنت حققت اكتر بكتير، بس خلاص اللي حصل حصل. طب اكمل بقى مسيره ان انا برضه الفيزياء والكيمياء انا مش متفاهم معاهم، برضه اخش طب عشان يتقال لي يا دكتور؟ فده طبعا يا جماعه دي مسألة خطأ جدا، فأرجو لو سمحتوا نبعد عن نفسنا هذا الشكل ونشوف إحنا قادرين نعمل إيه، إحنا شطار في إيه. عندنا مجالات كتير يا شباب، مجال اللغات مجال رائع جدا، اللغات سواء دخلت ألسن دخلت لغات وترجمة، اللغات دي أنت مش متخيل، أنت لو معاك لغة وخصوصا لغة مثلا صيني أو تركي أو ألماني أنت مش متخيل اللغات دي ممكن تفتح لك آفاق قد إيه. ده إحنا في عصر المعلومات يا شباب، وأكبر نافذة للمعلومات هي اللغات. فانا ممكن اخش كليه واتعلم لغه ولغه نادره، مش لغه انجليزي يعني، لكن لغه نادره ولغه مهمه ولغه مش ناس كتيره بتتكلم ولا بتعرفها، فممكن احقق نجاح كبير. ممكن تشتغل بقى بره بس تبقى شاطر كورسات وتبقى تميز مجال ايا كان. طب حكاية اختيار اللغات طريقة رائعة، سواء بقى انا بقى بحب برمجة وبحب الكلام ده اخش هذا المجال، والمجال ده رائع وممكن يكون احسن كمان من المجالات الاخرى. النقطة تانية بقى للطلاب اللي هم ساعات بيبقوا جايبين مثلا مجموع عالي ومش عايزين يخشوا صيدلة أو طب رغم إن آبائهم في المجال دي، بقى نقطة أنا نصيحة سريعة كده، يا ريت يا جماعة إن إحنا برضو يعني ما نحاولش نبدأ من الصفر. يعني أنا لو مثلا والدي عنده صيدلية وأنا قدامي مثلا مجال تاني وقدامي مجال إن أنا أخش صيدلة وعادي وأنا بحب صيدلة بس إيه نفسي أجدد، يعني نفسي ما أبقاش زي أبويا، يعني نفسي أعمل حاجة جديدة، يعني لن أعيش في جلباب أبي يعني. لا الحقيقه انا مش يعني ليه ما تبداش او تستلم من ابيك وتكمل؟ ليه تبدا الطريق من اوله؟ ابوك نحت في الصخره عشان يعمل هذا المجد، ليه ما تشاركوش فيه؟ صدقني ده بعد ما تكبر كده والامور تستقر هتلاقي نفسك سابق قوي والفضل يرجع لابوك اللي كان مجهز ده. فشباب مفيش مانع ابدا ان احنا سواء ابويا دكتور او صيدلي وعايزني اخش المجال بتاعه وهو مجهز لي الطريق، مفيش مانع ابدا ان انا اكمل ورا ابويا. يعني ده مين اولى ان انا اكمل معاه طولت العمر دي؟ مين اولى ان انا اكمل معاه غيري انا ابنه؟ فيا ريت الحكايه دي تكون في اولوياتنا، ويا ريت ان احنا نحاول قدر الامكان نفكر بطريقه عمليه وبطريقه مهمه علشان طريقه منطقيه علشان نقدر باذن الله رب العالمين نرتاح في حياتنا قدر الامكان. الحياه مش مريحه، احنا نطلع من تحدي نخش تحدي ونطلع من تحدي نخش تحدي. فيا ريت يا شباب نفكر كويس ونشوف الكليه اللي تناسبنا، ومالناش دعوه بالناس، احنا نشوف الكليه اللي تناسبنا والكليه العمليه اللي تتوافق مع قدراتنا وتتوافق مع المطالب العامه في السوق الخارجي. واذا كنت بقى ما فيش ولا حاجه تناسبك، واختم كلامي بهذه النقطه، افرض بقى انا خلاص انا حاسس ان انا ما فيش حاجه، انا مش راسي على حاجه وعايز اخش كده كليه وخلاص عشان بس ايه يعني يبقى معايا بكالوريوس او ليسانس عشان ما يتقالش عليا ان انا جاهل، يعني عشان لما اروح اتجوز ما يقولوا لي معاك ايه او اقول لهم انا معايا ثانويه عامه يقوموا يمشوني يعني. لا بقى يعني المساله مش كده. بص
لو انت نويت انك الكليه دي مجرد شكل، عشان حرام تخش 4 سنين كليه زي ما شباب كتير وبعدين يتخرج من الكليه ما استفادش ولا حاجه، وبعدين يبدا يدور على صنعه ولا يدور على حاجه وياخد كورسات في حاجه تانية، حرام. طيب فلنفرض ان انت هتاخدها شكل اجتماعي، خلاص شكل اجتماعي دي بقى يبقى انت لازم بالتوازي معاه تشوف انت هتعمل ايه في حياتك بقى. انت الكليه بقى بالنسبه لك شكل، يبقى انت لازم في ال4 سنين الكليه تاخد تدور على المجال اللي انت حابه، تدور على الكورسات اللي تناسبك وتمشي فيها مع الكليه، بحيث ان انت لما تتخرج حققت الشكل الاجتماعي بانك خدت الشهاده وحققت مهاره من خلال الكورسات الممكنه في حدود امكانياتك الماديه، بحيث انك تخرج للحياه جاهز بعد ما تتعلم، مش تبقى هتبدا لسه تتعلم بعد ما تتخرج. فدي يا شباب نقط مهمه جدا على الطريق. وفي الحالتين يا شباب الرضا، الرضا هو اهم حاجه. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي بيقول: فان انت رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. ان انت يا ابن ادم، ان انت رضيت بما قسمت لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. لو انت رضيت الرضا يا شباب. طب لو انت ما رضيتش، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وان انت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض، تركض يعني تجري، تركض فيها ركض الوحوش، تجري في الدنيا زي الوحوش في البرية، البرية اللي هي الغابة يعني، تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمت لك. شوف مهما عملت اللي عملته برضه بتاخد نصيبك بس، وكنت عندي مذمومة. يا ترى عايزين نكون عند الله مذمومين؟ عايزين نسخط ولا عايزين نكون عند الله محمودين؟ شباب من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فاللهم ارضنا وارض عنا يا رب، يطمن قلوبكم ويطمن اهاليكم، وان شاء الله نخرج من التجربة ديت لبداية حياة مهما كانت النتيجة كده كده هنستفيد من التجربة. وهتوحشوني وارجو ان احنا نكون على تواصل. مش معنى كده ان انتوا دخلتوا الكليات تنسونا، لا، احنا بحبكم وانا بحبكم جدا. زوروا صفحة بنذاكر، زوروا موقع بنذاكر، واهلا بكم على قناة اليوتيوب. وارجوكم ادعوا لي بظهر الغيب وادعو لكم بظهر الغيب، وان شاء الرحمن الرحيم اقابلك في مجال عملك وافخر بيك انك كنت في يوم من الايام بتتعلم حاجة مني، فدي الثمرة الحقيقية. ويا رب يا رب يصلح حال مصر على ايديكم، لان مصر بيكم وليكم، وان شاء الله رب العالمين يجنب مصر ويحفظها ويحفظ اهل مصر ويحفظ جيش مصر ويحفظنا جميعا من كل شر، ابناء الطلاب وطالبات الثانويه العامه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.